مالك دقيقة ونص. أنا بالنسبة لي أحاول، والآن بعد اللي صار مع إخواننا في إخواننا في غزة، أنا كنت دائما الأيام كلها يعني مسلح الدنيا كلها إنه أن نطلع أغنية موجهة للعالم. نعم. وليس فقط للوطن العربي. جميل. فكلفت يعني أنا والأمم المتحدة ورحبوا إنه تكون ألحاني، وهم يبحثوا لي، صاروا يبحثوا لي عن شاعر. نعم. فوجدوا لي شاعر إنجليزي. الشاعر الإنجليزي أنا كتبت بالعربي وترجمته في الإنجليزي إنه أوقف النار، أوقف الحرب. يعني خلوا أطفالنا تعيش في سلام. Hold your fire. Hold your fire. فكتبها بطريقة رائعة بس نفس الشيء. المهم بس طريقتي عذبتها. شلون أعذب الشعراء؟ نعم. يعني بس عذاب حلو. رايح راد رايح. لا هاي ودي مكالمات ولا إيميلات ولا إيميلات. هاي السطر غير هذا كذا، المهم غيرها تقريبا يمكن 7 مرات. فلحنتها كملتها، أعجب فيها جدا الحمد لله. الآن أخلص البرنامج من عندك طاير على نيويورك أسجل مع الكورال، مخدم كورال كبير جدا. جميل. نعم. وده نسجلها Hold Your Fire وراح نطلقها يعني إن شاء الله. إن شاء الله تكون توصل رسالة للعالم. للعالم. الفنان بصوته، هذا هو وقت صوت الفنان. يعني احنا من اول يوم بدأت صارت لازم نعمل شيء، لان انا مثلا اذا اردت اعمل اغنيه عربيه، الاغاني الوطنيه معروفه عندي زي بثوها باليوتيوب عندي يمكن 6 7 اغاني. انا بدي اوجه شيء للعالم. لازم نوقف العرب باي طريقه. نعم. والله اليوم انا يعني بنوصل، عندي الحجز بالاستديو الساعة 4 العصر، يعني وصل نيويورك الساعة 9 الصبح من الاستديو إلى الاستديو على الكورال على طول نسجل، وإن شاء الله نطلقها هناك. إن شاء الله يسمعها العالم ويتأثر بها. ويعني مثل ما قلت الفنان عنده هذه المسؤولية لما يدور حوله في العالم، يعني هو مش معزول عن ما يدور في العالم ولا مش دفعه، فالأمر كله دور. الفنان عنده رأي يصح. بالعكس الفنان موظف الإنسان، يعني يترك الموظف الإنسان الوطني ضمير. نعم. الإنسان ما في يقدر بس يتفرج، إذا هو يقدر يدي المساعدة يعني إن شاء الله إنه بس لمسة أقدر ألمس شيء واللمسة هاي تفيد. لا والله الحمد لله أسويها إن شاء الله، أسويها لازم إن شاء الله يكون خير. آمين 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 آمين. دعانا وصلواتنا أكيد كلها مع فلسطين وغزة.